السلام عليكم وبركاته شباب، معكم زايد في لعبة Employee of the Month. زي ما تشوفون شباب، أتوقع الحين جودة المايك أحسن من أول، صح ولا لا؟ وأنا قلت لكم شباب أعطوني شويتين أضبط الأوضاع وخلاص نستمتع بالحياة. لكن والله ما تمزحون، كل حد مايكك زبال، مايكك من القمامة، مايكك من الحضيض شباب. I'm sorry. ولكن عموما شباب، هذه من اللعبة من أول ما لعبناها وأنا لازلت متشوق أبعرف إيش سالفة هذه اللعبة، لكن لحد الآن ما نعرف سالفتها. بدون ما أطول خلونا نبدأ. اوكي شباب، زي ما تلاحظون هذا اخر مكان وصلناه لما كنا عند هذه السياره، سياره فوق المتجر، ما ادري كيف صراحه كيف جت، ولكن خلونا نكمل يا شباب. يلا ننزل واختقنا لهذا. يا ساتر ايش الازعاج هذا. يا خلاص نعرف السوالف يا شباب، صح ولا نعرف السوالف، لكن الشيء اللي ما نعرفه هذا شو السالفة؟ ايش صار في المتجر؟ كله صار دم. والله ما ادري شو، لكن الاحظ ان هذا المكان هو السيف ولا لا. صبر، لما تدخل هنا يختفي هذا الشيء، كان هذا سيف روم. يا عم انا كيف اسوي مهمات بهالطريقة؟ والله ما ادري شباب، لكن اعتقد اني راح احاول. اوكي واو سوى واو شباب، في مهم اني اخذ تويلت بيبر هذا. يا اخي تسكت خلاص يا اخي مزعج. اوكي شباب، اتوقع ان انطبقنا يا اخي. هذه شباب المهمه راح تكون صعبه يا عم. ايش السالفه يا حبيبي؟ ان شاء الله. اوكي سوينا اول مهمه. وات ايش السالفه؟ شو هذا؟ والله ماني داري شباب، ولكن يلا كل شويه رايح رد. الى متى؟ ها؟ حد يقول لي. الى ما انا ادخل يا حبيبي، اخش في الو. ايش السالفه يا عيال؟ وات انا كيف رجعت هنا يا سبيد من ويب من ايش السالفه اجين؟ اوكي راح اوقف. اوكي جي ولا كيف اسوي مهمات اذا كذا يا شباب؟ ايش السالفه؟ ولا يمكن ادخل من هنا؟ وات ذا هيل، شو هذا؟ اماكن سريه يا شباب. ايوه جي السالفه. وات هذا الدي في دي اللي احتاجه عشان المهمه. يا اخي انت الله يلعن، استغفر الله يا اخي. شباب يعني يجبرني يا شباب، انا ايش اسوي؟ ايش اسوي انا شباب؟ يجبرني على يا الله يا اخي اقسم بالله. صبر انا راح اوديه شاب في الزباله. ايوه خلاص، لان كل ما تمر مني يقعد يزعج شكلك. اوكي اقدر ادخل هنا يعني ولا؟ اوكي لا ما اقدر يا شباب. بس صبر، عرفت حركاتك يا سبيد من ويب من، تباني اتعلم من شو اسمه الورك ثروز اللي قبل، صح ولا لا؟ يعني ادخل هنا وهذا المكان. وات شو هذا؟ والله الوهله حسبت كريبر يا عمي. اوكي شباب، انظر كريبر هنا. يلا طب ايش السالفه؟ غريب ما في شيء هنا. ايش السالفه؟ لا راعي الليزر يا اخي، انت ايش تبي انت؟ والله مش معقوله يا راعي الليزر مطاردني لحد الان. خلاص اطلع من حياتي، اطلع روح عند سبيد من ويب من. يا اخي شباب ما ادري وين المكنسه الصراحه، يعني ايش السالفه يعني؟ وين البتاع؟ يا الله من راعي الليزر يا اخي. خلاص يا اخي، حركات اطفال يا شباب، ما ادري ايش المخيس هذا. شو السالفة؟ شو الصوت هذا؟ شوف صح، هذا ودي اكلمه الصراحة مرة ثانية. ايوه نعم، مرة بريوكيبايد. والله ما ادري ايش يعني بس اوكي. ايوه ما تعرف عن ايش ممكن يخبي هالمكان. انت جاي قول لي ايش السالفة يا اخي، قول لي سالفة هالمكان يا اخي. والله مش معقولة يا ابو الشباب، شلمات يا اخي شل. يلا شباب نكمل استكشاف. ولا شو هذا؟ هي وات الو تستهبل. بسم الله شو هذا؟ الو شو السالفه؟ مايك لا زال موجود. الو شباب شو هذا يا شباب؟ شو هذا؟ خلاص روحوا ولا ايش؟ والله اقسم بالله اني خفت يا عمي، حسبت ان حد دق الباب علي ولا شيء، اقسم بالله. ممكن حتى دق علي، ممكن حتى يسمعني، ممكن حتى والله ما ادري. عموما يا شباب انا ما ادري شباب، اتوقع اني دخلت الباك رومز. طيب شو السالفه الحين؟ كيف ارجع يا شباب؟ ايش هذا الشيء اللي هنا؟ اي وات صناديق هذه حق المتجر، وهنا موجود كرسي فيرجل. اي التليفون تكفى، خليني اشرد. يا سلام، اتوقع شردنا ولا؟ يب يا اخي شو اللعبة هذه لحول. اوكي شباب في رقم 24599، اتشوق ايش ممكن يصير يا شباب. ايوه شو السالفة؟ نوت اجين، مو بهذا المكان اجين يا شباب. بس واو شرت منه بسهولة يا ريال. اوكي لا حد سألني ايش قاعد اسوي هنا. ما ادري، قلت يمكن راح يا اخي انا ايش فيني اخاف. يا الله يا اخي حسبت شيء يا شباب، والله حسبت شيء، او لا هو فعليا شيء، حسبته وحش يا شباب. يمكن افر توست هنا ولا نفس اول السؤال هنا. ايش هذا يا شباب؟ شفته اللي انا شفته ولا لا؟ شفت شيء انفر. بس يلا شباب نجيب التوست هذا ونعطيه له.
اوه اوكي بعدين يعني اجيب توست ثاني يعني ولا كيف؟ شو هذا حبيب ايش؟ يا حبيب في شيء قاعد يتاثر يا شباب ما ادري ايش هو. يا اخي والله ما اعرف ايش اسوي يا شباب، احس اني راح اشوف يوتيوب، ما ينفع كذا. اوكي شباب لاحظ ان لقيت نوت هنا. اوكي يلا شباب خلونا نقراها. خيبه شو هذا؟ اعتقد راح الخص يا شباب والله مره كثير. اوكي شاب ديفي كان يشتغل في هذا الشيفت الحالة وكذا قاعد يا شاب يتطفل على اشياء، فلقى باب يعني مصنوع كذا من الحدايد، ويعتقد ان المالك جالس يخبي شيء غريب هناك. يو اتش تي حليب، ما ادري ايش هذا الصراحه، ولكن يقول ان هذا ممكن يعني فيه غسيل اموال. والجانيتور عطاني نظر مضحكه وراح للاوفيس حقه، وشفت شخص غريب عند الزبايل، ولكن ما سالت انه يعني يتكلم ولا شيء. يتكلم عن هذاك الشخص الطويل صح ولا اللي يقول عند الزبايل هذا؟ ايوه ديفي يا شاب شكله هو اول الضحايا. اوكي شاب يلا سويت المهمات ونفس الشيء تكرار. يا اخي والله لعبه غريبه جدا، ما ادري ايش اللعبه هذه. اوكي شكرا، ويلا الحين نسوي مهمات ثانيه. يلا شباب سوينا هالمهمات ف بسم الله شو وطف ايش قاعد تشير له؟ الو ايش صار في حبيبي؟ اللعبه قلتشت يا شباب. لاحظ ان اخر شيء مكتوب جمب انتو ذا فويد. يا ساتر شو ايش قاعد تصير يا عمي. اوكي يلا شباب نجرب نسوي جمب انتو ذا فويد اللي هو شباب اتوقع هذا المكان. ف ولا ايش قاعد يصير له؟ ايش السالفه؟ لكل حريه. ايوه في تلفون. وات هذا المانجر بس. اوكي يلا نرد على التلفون. الو تستهبل، دخلنا هالمكان اخيرا يا شباب. بس ايش السالفه؟ وات ايش صار؟ الو ما اشوف شيء يا حبيبي، ما ينشاف شيء. اها هذه الصور اللي كانت تجيني اول لما تخبيت ورا المايك. طيب يلا شباب اعتقد اننا راح نمشي ونشوف ايش السالفه. بسم الله يا عمي اقسم بالله خوفني يا عمي. شو هذا مره فجاه فتح كذا يا عمي؟ اوه ماي جاد اوه ماي جاد نوت اجين. يقول لي توك تو بوس. يا اخي خلاص كم مره نكرر، لكن الوضع كل شوي يتغير طبعا. لوك اي نوتس ا شورت نوتس. يا اخي انت انقلع انقلع. وليه المكان تغير يا شباب؟ الو شو السالفه الحين؟ في شو اسمه اسانسير حبيبي سحبنا عليه هذا يا ريال. وات ذا هيل. الو شباب حنا وين بالضبط؟ وهالمكان ايش بعد؟ هذا الستاف روم بس بطريقه ثانيه يعني. ايوه شو السالفه؟ في موسيقى تخوف يا اخي. رجاء ما نبغي الحركات هذه يا اللعبه. ايش في حيل الموسيقى صارت ما ادري كيف اقوى. الو شو السالفه؟ هذا شاب بعد يتكلم يا عمي اسكت خلاص. عمي انا والله ما ادري وين يا ريال. انا شاب اتوقع ان اللعبه هذه يعني تدخلك في عالم خلاص تطلع منه تطلع من العالم الحقيقي، العالم الواقعي تطلع منه خلاص للابد. فهي وات هنا في انسان؟ ايش هذا اقدر اسبح ولا ايش؟ هذا صاحبنا. الو ايش السالفه؟ اوه يقول انك تاخرت في انك تجيب الموارد. موارد ايش يا حبيبي؟ والله تستهبل. ليش مات هذا يا عمي؟ واو الصراحه يو كانت سويم يا حبيبي. اصلا مو سويم هذا بس امشي. شو هذا؟ ايوه يلا مسك راسك. اوكي اوه شاب لازال في مهمات يا اخي. مهمات ايش انت خلاص كل شوي مهمات مهمات يكفي. اوكي شاب انا ما ادري اتوقع اني رحت هوتيل صح ولا لا؟ هوتيل تريفاغو. اوكي هذه شاب حسها مره قديمه يا عمي خلاص منتهيه. يا ساتر ايش المكان بعد؟ يا حبيبي شو هال ايش السالفه يا اخي؟ ودي اعرف السالفه انا. استغفر الله واتوب اليه. يا شاب في وحش تحت ولا ايش؟ وهذا شو باك رومز؟ هذا شاب فعليا باك رومز. اللعبه شاب قلبت من متجر عادي الى باك رومز. جي جي الصراحه. يا اخي اسمع واحد يتحرك. اي والله اي والله شاب اسمع واحد يتحرك. ايوه تكفى قول لي اسوي شيء. اوكي ما اسوي شيء طبيعي. وطف الو يا شباب اتوقع كلكم شفتوا اللي انا شفته صح؟ يا حبيبي شو وضعه هذا؟ هذا شاب وحش الباك رومز الكيبل. وطف شو يسوي هنا يا حبيبي؟ يا لعبه ثانيه هذه. ايوه اتوقع ها طلعنا. ايوه شباب هذا مكان الكاميرا. ول 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 شو هذا؟ يا صاروخ يجي صاروخ من تحت ولا ايش؟ يا عمي شو السالفة يا شباب؟ شو هاللعبة يا اخي؟ يا واو تفتح باب حمام تلقى درج. وطف يا شباب انا ويني؟ لا يكون انا صرت يني. بس يا عمي شو الازعاج هذا لما دخلت هنا برمي شاب شيء هنا؟ وات؟ اوكي واو على الاقل في شيء منطقي واحد انه في زجاج على الاقل يعني على الاقل. اوكي شاب اعتقد اني راح امشي هنا ما ادري وين بنروح لكن يلا بنروح اي مكان. بعدين صبر لازم اسوي مهمه حقتي. هاي كولا
واو ما اتوقع ان اي حد يبي يشرب هالكولا. تستهبل. انا شاب اتوقع راح اسوي كذا. حلو ان شاب ما في مطاردات ولا شيء. بس يلا امشي سوينا اول مهمه اخيرا. اوكي ما ادري شاب انا شربت عصير. الو ما ادري ايش السالفه. ما ادري ايش فايده العصير الصراحه. اوكي شاب بعد شويه عذاب يعني خلاص اخيرا قال لي انفستيجيت ذا سيسترن. ها ما ادري ايش اسمه اللي هو المكان الطيحه يا شباب. يعني يا اخي والله اللعبه اكتشفت انه لعبه مخيسه. كل شويه تقول لك سوي تاسكات سوي تاسكات. خلاص ملينا من ام التاسكات هذه. ولكن يلا نشوف السايترن حقه هذا. غالبا شاب راح يعطيني حلاوه مصاص وبس. اوكي يلا الحين شاب شوف كيف اطيح ولا ايش. يلا نجرب. اند اوكي في ماي يا حبيبي. ايش هو المكان مره الو شو السالفه؟ الو احنا دخلنا دور زحنة شاب ولا ايش السالفه؟ اوكي واو رسبنت في الحمام. جي جي وفي حلبه ملاكمه. الاكم هذا الشخص يعني ولا ايش؟ طب ليه ما نقدر ادخل الحلبه؟ وش هذه العيون اللي شفناها يا شباب؟ صبر ليكون العيون هو السبب صح؟ سبب انه العوالم كذا تتداخل في بعض واشياء غريبه. ايوه شو السالفه؟ تلفون. وات رجعنا للمكان. نو واي اخيرا يا شباب رجعنا للمكان اخيرا والمكان صار طبيعي اعتقد. ويلا رجعنا لهذا الشخص. شو السالفه؟ وات شو السالفه؟ الو شباب انا ويني؟ انا شباب نفس المكان لكن المكان صار فاضي. يا شباب تعرف تسوي المايك صح؟ يا حبيبي يا حبيبي تسحب تسكر. يا شباب الوضع صار مره كريبي. الو الو يا المايك تكفى يا المايك ساعدني. الو ايش السالفه يا عيال؟ تكفون حد يقول لي ايش السالفه؟ المايك هيلب مي. اوكي ايش السالفه الحين؟ ايه اقعد امشي لين متى؟ اقعد امشي في اللا نهايه ولا قاعد امشي في دائره؟ اي دونت ايفن نو يا شباب. يلا يا حبيبي ليش انا قاعد امشي؟ ايش السالفه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انا اللعبه يعني يجيب لك اول شيء باك رومز والحين يلا يجيب لك شيء لا نهائي. يا اخي المطور شو وضعه يا اخي؟ والله ودي اعرف. ولا يمكن ارجع صح؟ ايوه شوف اول ما رجعت الوضع صار طبيعي. اوكي يا حبيبي ايش السالفه؟ يا اخي ما اقدر اتصل على الرئيس يا شباب عشان يقول لي كيف اهرب من هالمكان. هذا خويي يا شباب. يا اخي وش السالفه يا اخي؟ ايوه يقول جيب العظام. ولا سبني هذا. اقول احترم نفسك ها؟ تويك انت. شباب يقصد العظام هذاك اللي اول شفت الشيء الاحمر صح؟ يا اخي انا ايش عرفني يا اخي؟ هذا يباني اروح عندي يكلمني. تعال انت اللي تعال عندي. ورع. اوكي شباب الاحظ ان هنا في زر. حلو ضغطه. ايوه شي سالفه هاي اللعبه. حلو شباب هذا وات هنا في زباله. اقدر اسوي مهماتي الحين. وهذه يبيلها كوبي يا شباب. يلا كوبي. يا الو اوكي جي جي هذه شباب ما تحتسب لكن هذه اللي تحتسب. يلا شباب ونسوي مهمات حتى واحنا ما ادري كيف الوضع عندنا. ايش الخبصه هذه يا عمي؟ ايش السالفه؟ شو الصوت هذا؟ ايه في صوت زر. المكان محمر يا عمي. يا اخي بيزعج شكلي هذا. اوكي وات اوكي اتحكم فيهم كلهم يا عمي. شو السالفه يا حبيبي؟ انا شاب راح اسكره للاحتياطات الامنيه يا عمي. الحين حش خاص مش لازم نسوي تاسكات. انا ايش قاعد اسوي تاسكات؟ لازم نشرد. بس شو هذا حمام صدقي هذا؟ اذا اللعبه ما زادت غرابه اكثر من هذا يا شباب فانا يعني ما ادري ايش اقول صراحه. طب اتوقع الحين شاب لازم نروح هنا صح؟ خلوني اشيل هذا. ايوه اسكر الاوضاع يا شباب. الو وات وين اختفى؟ اوكي الحمد لله والله حسبتها ما ادري ايش. هو اختفى شاب فعليا اختفى. لا لا تكفى يا عيال لا. عند يلا شاب يا اخي ايش وضع هذا كل شوي يختفي وش اسمه؟ يا اخي لازم نسوي التاسكات يا اخي. اللعبه هذه كل شوي تبغاك تسوي تاسك فاعتقد اني راح اسوي التاسكات حقتي. يلا باقي شاب مهمه الدي في دي. سؤال هنا وين هذا الدي في دي؟ اوكي هنا حلو. بس انا شاب راح اخذ الزر معاي. حقيقه ما تدرون ايش ممكن يصير يا شباب. سبيد من ويب من هذا شاب يعني داهيه. اوكي يلا احس بيجي الحين.
ولا والله ما ادري شاب، بس يلا خلونا نتصل عليه هذا او نرد عليه. يا خذ ليش كل شوي يكرر نفس الحوار؟ خلاص عرفنا، كل مره يقول ان ديفيد تفتح لك على الايس كيوب. نعرف. اوكي يلا شاب، السؤال هنا وين هذا التاسك؟ ورقه التاسكات يعني. اه هنا. هي تستهبل. اه سمعت صوت شو اسمه؟ ايوه مكتوب ريستوك تويلت هذا، يعني فعلا البوابه حقت الوحش انفتحت. يا سبيد من ويب، من وين التويلت بيبر هذا؟ ذليت امي غزه من بلا، ذليت امي خلاص. ما انت ننهي هاللعبه المخيسه يا عمي، اقسم بالله انها لعبه. اوكي شباب انا تعرفوا ايش خطتي صح ولا لا؟ لقيت التويلت بيبر اخيرا وراح اتجهز. اي نعم، بس اخذ زر شو يسوي هذا؟ الو والله يا شباب لازم ندرعم. يلا يا حبيبي تكفى يا الوحش، تكفى يا الوحش. كوبي الو ايش السالفه؟ هذا واقف الحمار. واو حلو، خلك واقف راح تسهل حياتي الصراحه، بس اذا كذا لازم نعطيها كوبي يا شباب. لا حول يا اخي، شو لا يا اخي شو اللعبه هذه؟ ليش الاغراض تروح للباك رومز يا عمي؟ يلا يا الوحش كاتش. اوكي بعيده يا حبيبي، اقسم بالله ذليتني تراك يا الوحش. جي يا اخي جاي كيف اسوي يا حبيبي؟ ما هذا الدب هذا ما يرمي بقوه، شو هذا يا عمي؟ يا اخي شو الطفل هذا يغطي يا عمي؟ يا اخي كمان. اوكي 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 يا سلام والله اللعبه هذه واو الصراحه يا اخي، لعبه غبيه بشكل مو طبيعي. ايش الوحش اللي افك هذا؟ يعني البوابه تنفتح على الفاضي حرفيا، راح يتم نفس مكانه. يلا الحين شباب اتوقع باقي اخر تاسك نشوف. اوكي شباب المكان تغير لما رجعت، اعتقد بسبب التاسك. فيلا فايند اواي اوت وتشرج تليفون المدير تستهبل. اوكي يا شباب ايش السالفه يا حبيبي؟ ايش السالفه؟ انا اقدر احرك مباني شنو ذي يا حبيبي؟ اوكي فهمت، اتوقع توقف فينا بعدين. والله ما ادري يا عمي، بس اتوقع ان احنا جالسين نتقدم. ايوه اتوقع حلو، وصلنا وصلنا صح ولا؟ ايوه هذا التشارجر حق المدير، والحين خلاص اطلع. ايش السالفة؟ تستهبل مسكني هالدب. ايوه الحين التليفون مش موجود يا شاب. ايش السالفة؟ ايش هذا يا حبيبي؟ المكان تغير يا شباب. يا اخي اللعبة صارت ما ادري كيف يا عمي. ايش السالفة؟ في كاستمرز. لا من كان طلعوا يا شباب؟ يا اخي اللعبة صارت تخوف يا شباب اكثر، ايش السالفة يا عمي؟ بس يلا شباب انا قاعد امشي، ما ادري وين امشي صراحة. ايش هذا يا عمي؟ امبلوي اوف ذا ماي، تستهبل ماي وايف؟ هذا الوايفو حقته والله المطور غريب الصراحه، المفروض الوايفو حقتك تكون شياكي. اوكي ولا لا؟ اوكي يلا في نوت يا شباب. ايوه مكتوب دخلت العالم ثاني عن طريق في اتش اس تيب، ولكن التليفون رجعني والحين اسمع اصوات. النهايه الاشياء خلاص خرجت عن سيطرتي. جي مين جي بعد؟ والله ما ادري، بس زي ما قلت شاب نفس كلامي، اللعبه هذه تدخلك عوالم غريبه. يلا شوف في طيحه كذا تختصر لك الوقت. ولا لا اسف يا شباب ما تختصر لك الوقت، توديك مكان غريب. ايش هذا؟ وات؟ شو هذا؟ انسان متقلتش هذا ولا مكنسه يا عمي؟ شو هذا؟ والله اللعبه يا اخي. اوكي اخيرا لقيت التليفون. لا تستهبل يرجعني كذا. اوكي شباب اعتقد اني اول ما اسحب هذا راح اركض. وات؟ لم اقدر اسوي شيء. وات؟ لم اقدر اسوي شيء يا حبيبي. اوكي شباب صار شيء غريب، حاولت اتكلم مع الرئيس فجاه اختفى. لا لا نوت اجين، ما ابغى ارجع لهذا المكان يا عمي. الو ايش السالفه؟ تستهبل هذا اعطاني تاسك يطقطق هذا ولا ايش يا عمي؟ خر عليك، ما ابغى تاسكات يا اخي خلاص يكفي. يا حبيبي ليش العالم قلب سايلنت هيل؟ الحين نشوف في شيء بيطردني ولا ايش؟ والله ما ادري ايش السالفه ام اللعبه هذه. تستهبل شو هذا يا اخي؟ بيمسكني هذا بسهوله يا عمي. يلا خلاص جي جي اي ام ديد، ولا اقدر اسوي لك كريستيانو رونالدو. والله شوف ما ادري شكل اقدر اسوي له. ها الو شو هذا المكان الغريب؟ لازم اقطع بعد شو اسمه يا اخي، هذا بيقعد يطاردني طول الوقت والله بيذلني حرفيا، بيتعبني. الو وات المره ما في زجاج، يمكن اقدر اطيحه ولا؟ والله ما ادري شاب، بس يلا يقول لي اسوي فيروس على الكمبيوتر. بس هذا وين يا شاب؟ اختفى. ايوه حلو هذا هو شاب الديسك اللي فيه فيروس، مكتوب اددلي فيروس. نعم راح نحمل فيروس الاقرب في الجهاز. يا سلام وات هذا اتفق هذا هو الفيروس. نعم هذا هو وات 9912 راح نخليه في الحسبان. بس زي ما تشوفون شاب هذا هو الفيروس فعلا.
شفتوا كيف حتى فيروس لما ترمي الكمبيوتر ما يصير له شيء، لو رميت الكمبيوتر كذا ما راح يصير له شيء هالفيروس، هذا اقوى فيروس في الحياه، فانتبهوا على نفسكم اوكي. وشاب الشيء الغريب ان هالفيروس موجود على ستيم، ف يعني ستيم لازم يراجعون نفسهم الصراحه. يلا باقي الخبز الحين يا اخي، الشاذ يا اخي كمان، وين الخبزه يا اخي؟ هي تستهبل لا حول، هذا الشبه يا اخي اقسم بالله ذلني، شغل هالمكان ما يقدر يجي يا شباب. اوكي شباب اللعبه نوعا ما قلبت ريزدنت ايفل، فيعني شيء طبيعي الصراحه. هي شو الصوت هذا؟ في حد ضرب الباب، مين هذا اللي ضرب الباب؟ هي يا اخي هذا شو وضعه هذا؟ يا الله اطلع يا عمي اطلع من حياتي خلاص. ايوه اخيرا لقيت شو اسمه. يلا الحين شاب السؤال، وين اللي يقص البرد؟ ضيعته الصراحه. ايوه حلو لقيته شاب، يلا ها قصه. في تلفون يدق بس ما ادري وينه، تستهبل لا حول. انت لازم عندك كريستيانو رونالدو صح؟ اوكي كريستيانو رونالدو الزمن يا عمي. اوكي يلا شاب وصلنا التلفون. ايوه جنريتر غبي. يا ليل في تاسك جنب الجنريتر. يلا لا حول ولا قوة الا بالله يا شاب، راح اسوي كل الاشياء وارجع لان اللعبة خلاص صارت خايسة، اقسم بالله انا صارت جدا غبية بعد، فسلموا لي. اوكي يا شاب بعد شوية عذاب اخيرا مكتوب تاسك حلو فيد ذا فليش، وانا احس اني فهمت يا شباب السالفة، اني ناخذ هذا والحين يا شاب ندور على المكان اللي انا نوعا ما نسيته. ايوه حلو شاب وصلنا له، فيد ذا فليش اتوقع كذا صح. يلا سلموا لي. وات ما صار شيء، ولا يمكن انا اند اوكي واو مو بكذا، يمكن يقصد هذا صح. اوكي واو طب خلونا نشوف يا شباب ايش راح يصير لو شليت الجثه وشيكله. الو وطف اكلني هذا مش اكل ال خيبه، ايش السالفه؟ احنا في بطن هذا الوحش. وات في تلفون، حتى في تلفون في الو شو هذا؟ شكله شباب القطع اللي يباه هذاك الساحر صح ولا؟ او ماي جاد تستهبل، شو هذا بعد؟ بعدنا ما خلصنا، شو هاللعبه اللي ما تخلص؟ يا اخي اتمنى قريبا نخلص يا اخي، والله سلامات يا اخي ايش اللعبه اللي ما تطول مره، تطول هاللعبه طول وخلاص تطفش عارفين. ول 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 ايش الصوت هذا؟ ول ما اتوقع ان هذا صوت مطر يا حبيبي، شو السالفه؟ ما في سقف ولا ايش؟ هذا يشب يطلع عنه فعلا صوت مطر. ايوه الوضع يا حبيبي شو السالفه؟ يشب هذا اتوقع الساحر يحتاج هالقطع، فيلا ها خذ. ايوه اختفى. ماي اولد فريند، صديقي القديم. يا لي هذا يحتاج زياده بعده يا عمي، شري بس شري. اوكي تكفى قول لي ان هذا اخر فيز للمكان. يا اخي انت تستهبل تتحرك في هالجو، تستهبل انت ولا ايش؟ يا اخي انطم يا عمي. ول ول شو السالفه؟ خيبه. وات انا شاف في تاسك فيد ذا هول، اطعم الفتحه. اطعمها ايش؟ اطعمها هذا المسكين. يلا يا بيتر الى اللقاء. يا ساتر. شو السالفه يا حبيبي؟ شو السالفه؟ اعطيته واحد غلط انا ولا ايش؟ والله ما ادري يا عمي، بس يلا باد لوك دور يقول. يا عمي اي دور انت تتكلم عن اي دور؟ خيبة شو هذا؟ كم جثة هنا؟ بحر من الدماء. هذا البادلوك. طب شو انا كيف افتحه؟ ما في مفتاح اي شيء. يا شباب انا والله ما ادري كيف اللاعب لازال يقول يا يعني انت في خطر وقاعد تسولف كذا؟ والله ما ادري شباب، لكن سايلنت هيل يعني استلهموا من هاللعبة، صدقوني بتفيدكم يعني بشكل كبير. لعبة غريبة لأبعد حد. اخذ هذا، اخذ مارك بلاير من اول قول كذا. طيب يلا الحين. ايوه ايش السالفه؟ لا يا اخي لا تستهبل، شو هذا؟ ما اقدر ادخل. والله ما ادري شاب، بس يلا التلفون يدق نشوف ايش يبغى هذا البوس الغبي هذا. عارف ايش راح يقول؟ راح يقول شيل التاسك اللي هنا. يب كنت عارف كنت حاس. وات بينت ا بلود سجل. اوكي يقول يعني ارسم ما ادري ايش، بس شو هذا حبيبي عالق هذا ولا ايش؟ اوكي يقول جيب تضحيه، فيلا نجيب تضحيه و حلو. ايوه الحين قدرت ادخل، نايس. يا سلام يا شباب، شوف هنا في انسان مو براعي الليزر يعني، بس اوكي احس اني خلاص وصلنا على النهايات، فنجيب الصبغ هذا، اتوقع ان هذا صبغ. ايوه يا سلام حلو. يا ساتر ايش قاعد يصير؟ الو
وش السالفة؟ جيفري شاب مسكين يا أخي، عشو ولا من بين كل الناس يعني ما اخترت اللي هو. ولكن يلا يا عمي لازم نضحي فيك يا جيفري، أنا آسف الصراحة، أنا لازم أطلع من هذه المهزلة يا أخي. شو السالفة؟ قاعد أضغط إيه ما يصير شيء يا شباب، الصوت قاعد يجي من هنا، شكله لازم أنزل ولا. يلا شباب نخش في العميق. يا ساتر شو السالفة، الشطيحة الغريبة هذه، بس أوكي قاعد أسمعها قريب يا شباب. أيوة في نوتة أو لا مش نوتة. أيوة وين راح لهذا شباب؟ ألو هي شو السالفة؟ هذا أنا؟ أوكي والله حسبت يا عمي راعي الليزر هذا راعي الليزر بهيئة الأصلية، ولكن حلو السالفة. خلصنا؟ أيوة يبدو خلصنا. يو والله خلصنا شكله. مارشال لو ديكلير دو إيش؟ طف شباب مكتوب انه يعني شو اسمه الستور هذا، المتجر او المحل او السوبر ماركت، انه هو اساس تفشي ما ادري ايش يا شباب، اشياء كيميائيه. المصدر هو شباب السوبر ماركت هذا. تستهبل هذه النهايه؟ بس وقع شباب هذه النهايه عاديه، في نهايه اكثر من نهايه. اتوقع في نهايه انك تجيب الاشياء للساحر وما ادري ايش يصير، ممكن يطلعك من هالمكان للابد. بس خلونا نشوف يمكن اتوقع اوكي يب الحمد لله خلصناها وافتكينا من خياشة. يا اخي اللعبة والله ما ادري كيف عسه يا عمي، يعني لعبة غريبة جدا. وهل راح اسوي النهاية الثانية؟ مستحيل، عارفين شاب قاعد اصور لساعتين خلاص طفشت، راسي بينفجر من اللعبة هذه. ابدي هذا يقول ذا باد وات، هذا الباد اندينج، انا توقعت النورمال اندينج. بس ياب زي ما قال الساحر لازم تجيب لي القطع ولا راح تتم هناك عالق للابد، وفعلا اعتقد انه صح كلامه. عموما شباب كانت هذه اللعبة المخيسة، يعني اتمنى عجبتكم. على يا شباب اللعبة في البداية كانت حلوة بس مع النهايات ما ادري ايش وضعها، صارت مخيسة الصراحة. بس انا احتاج اني اصور هاللعبة لاني خلاص لازم انوع في القناة، مش لازم كل مرة تطوير 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 خلاص. عموما شباب تقييمي للعبة 5/10. وين وصلنا الفيديو؟ اتمنى عليكم لا تنسوا اللايك، والى اللقاء.